حياكم الله مشاهدينا الأكارم، مشاهدي شاشة سومر يوم مستمعي إذاعة سومر أفهم، وحلقة جديدة من برنامج ناس وناس. حلقتنا لهذا اليوم هو مواكبة طريق زائري الإمام الكاظم عليه السلام بذكرى استشهاده باليوم 25 من شهر رجب. لاحظ أنه توافد أعداد كبيرة من المواطنين من بغداد وحتى المحافظات الأخرى، يقطعون مسافات تصل لعشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام. ترافق هذه المسيرة انتشار السرادق والخيام اللي تقدم الطعام والشراب إلى زائري مدينة الكاظمية المقدسة بالعاصمة الحبيبة بغداد. بهذه المناسبة اليوم دا نشوف أنه صلة التآخي بين الشعب العراقي واللحمة الوطنية بين الشعب العراقي هو العنصر السائد اليوم. ما اقتصرت موضوع الزيارة فقط على طائفة معينة، لا، شفنا المسيحي وشفنا السني وشفنا الشيعي ومن مختلف الديانات والطوائف الأخرى مشاركة بهذه الزيارة العظيمة. اليوم احنا فريق ناس وناس بين الشباب والزوار والنساء وأخواتنا وأمهاتنا وشيابنا اللي يواصلون سيرا على الأقدام، يواصلون سير على أقدام وصولا إلى مدينة الكاظمية المقدسة. نقول لهم عظم الله أجوركم وأجورنا بهذه المناسبة الأليمة، وإن شاء الله يا ربي تقبل الطاعات. حياك الله. السلام عليكم. السلام. صباحك الله بالخير. الله بالخير. عظم الله أجرك. الله يعظم أجرك. أول شيء منين جاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي صاحب العصر والزمان. عزيزي الكوت. عزيزي واسط. جايين من الاستشهاد موسى بن جعفر وعزيزي صاحب العصر والزمان. طيب موقفكم احنا شفناه، لاحظناه انه خيل وهاي الامور. نعم كل سنه. نعم محتاجين على. نعم. شنو اسم الموقف؟ موقف صاحب الرايه. موقف صاحب الرايه صار لك ايش قد يعني؟ صار لك هذا الموقف تاسس؟ صار له اربع سنوات. اربع سنوات انتم مشاي ماشي اي على الخيل. قد يستغرق الوقت؟ الوقت من خمسة ايام ست ايام. خمسة ايام ست ايام بالمشق بالمطار والتعب، اخذنا اكثر من خمسة ايام يعني. وكم خيال وياك موجود بالوقت؟ يمنا حاليا ثمانية. ثمان خيال. أي. الأمنية اللي تتمناها أنه تتحقق بالنسبة للعراق العامة وبالنسبة لك الخاصة؟ والله أتمنى العراق أمن وأمان. نعم. ويرجع كل شيء طبيعي. إن شاء الله. إن شاء الله يرجع طبيعي، وإن شاء الله الذرية صالحة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله الذرية صالحة. صالحة لي إن شاء الله. صالحة لك. رحم الله والديك. الله يسلمك. إن شاء الله ربي يرزقك بالذرية الصالحة. الله يخليك. الله يسلمك. الله يخليك. صالحك من الزوج؟ والله زوجتي بالتاسع، يعني بعد لها 3 ايام 4 ان شاء الله. ان شاء الله وعفتها وجيت. والله ان شاء الله والله العظيم عفتها وجيت. عمليه اجلتها على مودي يعني. عمليه الولاده اجلتها والله اجلتها على مودي. على مود الزين. هاي الجمعه اجلتها على مودي على الجمعه الجايه. والله العظيم بارك الله. واريد ان شاء الله مراد موسى بن جعفر الزوار يدعونا. احنا الله يديك. الله يسلمك. الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يديك. الله يسلمك. هذه الخير كلها لكم اخوان. نعم. نعم. بس من رخصتك. الله يساعدك. الله يسلمك عيونك. عظم الله اجرك. الله ولك ان شاء الله. هم حضرتك من الكوت من العزيزيه؟ اي خاله من الكوت من العزيزيه. كم يوم صار لك تمشي؟ صار لنا بحدود هذا اليوم الرابع. اليوم شنو تعني لك هذه الزياره، زياره الامام موسى بن جعفر؟ والله نواسي موسى بن جعفر. هذا هذا فقدانه. نعم نواسيه احنا. طيب. هذا العلمه من البصره جابوه سبي. اي من شنو؟ من البصره جابوه. أيه؟ من سجن البصره حولوه سجن بغداد، واحنا نواسيه موسى الامام جعفر الكاظم. طيب اليوم امنيتك اللي تحب تتحقق، والامنيه العامه والامنيات الخاصه، امنيتك العامه شنو انه تحب تتحقق بهذه؟ نريد نحفظ الزوار والعالم ويامن ومصباح الوطن والامن والامان للشعب العراقي. امين يا رب. امين امين. الله يبارك فيكم. طريق السلام اخوان. الله يبارك فيكم. حياك الله عمو. انا ويا امانه من الموكب. الله يبارك في دول عينك. انا مملوك منكم إذاعة السومرية. الله يبارك بس فيك. أريد يعني من الحكومة هذه. أيه. استقرار وأمان وتعيين الشباب. الشباب الطلاب القديمين بقوا ما لهم تعيين. أيه. يعني وايا عانوا ما عانوا وبقوا بدون تعيين. ذولا شنو ذنبهم؟ منو يتحمل ذنب مالتهم؟ والله للأسف. أي والله بطالة هواية عندنا. كل شوية بطالة عندنا هواية. دوائر فارغة ما بيها تعيينات. ليش؟ شنو هذا السبب؟ هذا دمار يعني. انت شو راح توصل رساله للمسؤولين بهذه الذكرى؟ اوصل رساله للمسؤولين. أي. رساله الله يحفظهم ان شاء الله. يتون على الشباب هذول يعني مخصصين دراسات وخصصت حياتهم ينتظرون تعييناتهم ماكو. خريجين. اي والله.
الخريجين الخريجين يعني، وحتى بهذه المناسبه أيوة والمناسبه العراقيين يوصلون رسائل للمسؤولين أيوة يا اخوان، بس يريد واحد يسمعنا اكيد راح يسمعوا يسمعنا لان منبر ناس وناس وقناه السومريه أيوة منتشره على على نطاق واسع. والله احنا اذا بظل الاحتلال تعيينات ماكو، واذا مو بظل الاحتلال تعيينات اكو، لانه الوزير اللي يقعد اللي عنده مروه اي شيء يرفسه يمشي عدل، اذا علوه قدامه يدوسه ينزله يعين على عيني. خلي كمل وعندنا وقت خير من الله. يعين يرفس ماكو قدامه، كل واحد اللي حقه يطيح حقه. والله صح. اي والله اللي ما يعرف الحق وما اكو شغله، اذا سكت اذا هو اسمع، اذا هو رافع راسه قوي ها لا ما حد يقدر يجلسه، بس اذا ناصي لا ما يقدر يصعد عاليه ينزل. ايه خير وبركه. انا اريد كلهم ان شاء الله مسؤولين عاليين مو ناصين، حتى عينهم على الشعب، حتى عينهم على الشعب. إيه؟ كل ما يصعد يصير عين على الشعب. اي والله، واذا هالشعب هذا المسكين عمو انا ما انا الله يبارك فيك، ممنون منك. بارك الله، اشكرك اشكرك ان شاء الله توصلون بالسلامه. اشكرك اشكرك اذاعه السومريه انتباه بيها، اذاعتنا هذه الحره محترمه، هذه قناتكم عمو. أيوة السومريه قناتكم، السومريه قناتكم، السومريه انوجدت للشعب. اي أيوة والله انوجدت، انوجدت للمواطن، انوجدت لكل الناس اللي موجودين. أيوة بالعراق على سواء في بغداد والمحافظات الشماليه والجنوبيه والغربيه والشرقيه، السومريه منكم واليكم. نعم 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 على راسنا هي السومريه والبيئه وكادرها وكلها. يسلم يسلم إيه يسلم، بارك فيها ان شاء الله، والله يسلمها ان شاء الله، يسلم يحفظها لنا بجاه النبي محمد. عمو شكرا جميعا جزيلا. بارك الله فيك حبيبي عمو، شكرا جزيلا. حياك احنا كلنا على نهج اهل البيت وما نعوفهم ويا الربع. يلا وحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها ثجيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعة، هذه آراؤنا فيه جميعا. وحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، وإن شاء الله نظل على هذا النهج المدمى الحياة ان شاء الله. بس اريد اسالك سؤال. نعم. صار لك شقد تمشي؟ والله صار لنا بحدود 5 ايام. من وين طلعت؟ والله طالعين من واسط. من واسط؟ يا الف هلا بيكم كل هنا بالواسط، طريق السلام وعظم الله اجرك ان شاء الله. الله يسلمك. اليوم شلون شفت طريق الزياره؟ الزياره فقط مقتصره على طائفه معينه، لو نشوف انه وايد طوال. والله صلاة على محمد الله وكيله غدر وخير من الله وامان. نعم. واستغرار والزوار شو صلاه على محمد كلها. ومواكب ضال الله وكيلك، خل تشبع زوار بخيرات الامام الكاظم ان شاء الله. الله وكيلك محمد كبير. الله يبارك بيك، شكرا جزيلا. خير هذا الامام الكاظم، عظم الله اجرك. عظم الله اجرك. الله يبارك بيك عمو، شلونك عمو حبيبي؟ عظم الله اجركم. شلونك حبيبي؟ شلون اخبارك؟ خير الحمد لله. من وين طلعت؟ والله من العزيزيه. من العزيزيه يعني اليوم. نعم. اغلب الواصلين لبغداد. نعم نعم نعم. من العزيزيه. نعم. كم يوم صار لكم تمشون؟ والله اليوم الثاني ان شاء الله. اليوم الثاني؟ نعم ان شاء الله خير. شلون شفت الطريق؟ والله طريق سهل ومواكب خير من الله، وكل شيء متوفر. كل شيء متوفر، كل شيء متوفر. خير وبركه، خير وبركه. اليوم شنو تحب توصل رساله بهذه الزياره؟ شو تقول لهم احنا العراقيين شلون احنا والله احنا الصوره للعالم؟ والله احنا العراقيين الكرم، الكرم لو تروح لكل العالم ما تلقى مثل كرم العراق ومثل خير العراق، مستحيل. فالحمد لله وشكر ان شاء الله، ان شاء الله اذا احسن ولا احسن ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك بك، الله يبارك بك، عظم الله اجرك. عمو صبحك الله بالخير، عظم الله اجرك. شلونك حبيبي؟ هلا مرحبا. شلون اخبارك؟ قرب علي هنا بلا زحمه. علي ابو منو؟ ابو حسن. ابو حسن. هلا بابو حسن، شلونك؟ شلونك انت؟ الله يسلمك. بخير. انا هذا ولد عمي. يا هلا بك يا هلا. من العزيزيه. من العزيزيه. صار لك كم يوم تمشي؟ يومين ان شاء الله، وبعدك ان شاء الله ساعات وتوصل لمدينه الكاظميه ان شاء الله. عمو ايش تتمنى يتحقق بهذه المناسبه؟ ايش تتمنى؟ امنيه. كل شيء اتمنى يعني خير ان شاء الله. الخير ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك بك، وان شاء الله الخير من نصيبك ومن نصيب جميع العراقيين. رحم الله والديك. الله يبارك بك، حظك الباري ان شاء الله. رحم الله والديك. عظم الله اجرك واجورنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يبارك. هلا حبيبي. احنا هلا باهل الناصريه. هلا اهلا وسهلا بك. قلب اهل الناصريه يقول ورانا اهل الناصريه. خدمتك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. كل الهلا بكم. باهل الناصريه واهل الكوت واهل البصره
وهالميسار وهي كربلة والنجف والحلة والشيخ سعد كلهم أهلا وسهلا بكم وعظم الله أجوركم وأجورنا بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان باستشهاد مولانا الإمام الكاظم عليه السلام. بالنسبة إحنا أهل الناصرية شمال الناصرية قضاء الدواية اليوم عاشر جينا مشي صاكم عشرة أيام؟ عشرة أيام الله يكون بالله. والدرب كله ما شاء الله معازيب خير من الله والناس فاتحة بيوتها مو شلون ما كان ما شاء الله الله شاهد بدون يعني مبالغة من طلعت صار لعشرة أيام اليوم التاسع لو العاشرة أقول لك إياها ما شفنا أي قصور بالمعازيب ما شاء الله عليهم الأمن والأمان ما شاء الله الله شاهد. اليوم اليوم الزيارة هذه فقط لطائفة واحدة لو للجميع 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 عبير. للجميع احنا بالنسبة لنا سنة وشيعة وكلها هسه انا جاي اشوف وصلت لمنطقة والله صاعد ويسار قال شوف هاي المواكب كلها هاي للسنة ما شاء الله عراقيين 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 ما عندنا لا سالفة طائفية ولا هاي الطائفية راحت بال 2006 هذه رسالة للجميع هذه رسالة للجميع العراقيين بكل مناسبة سواء دينية ثقافية رياضية يضربون مثال ومثال حي للجميع لكل من يحاول زعزعة النسيج العراقي الشباب العراقي دي يوصلوا لك هذه الرسائل دي يقولوا لك احنا واحد احنا السمة الحلوة اللي بينا التلون بالطوائف بالقوميات بالديانات لكن تجمعنا الهوية العراقية الواحدة الموحدة فهذا دليل واضح وملموس وعلى أرض الواقع بأن العراقيين واحد وش ما تحاولون أن تفرقون هذا النسيج العراقي فما راح تقدرون لأن شبابنا واعي وشبابنا مثقف وإن شاء الله كل الخير والبركة بكم الله يبارك بك الله يخليك الله في دوره حلك الله يعطيك الصحة والعافية لأهالي الناصرية الله يخليك الله أجرك الله يعطيك الصحة والعافية الله يبارك بك حياك 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 صباحك الله بالخير عمو هلا حبيبي من النجف نسيتم أهل النجف أهل النجف أهل النجف على راس قلب الله يحفظك الله يستر عليكم يحفظكم الله النجف الأشرف بعد قلبي شلونك من مدينة الإمام علي سلام الله على الإمام من مدينة الإمام علي إلى موسى بن جعفر عليه السلام سلام الله على الإمام إيه والله إيه. جيت أدعي لتوحيد الشعب عفية لتوحيد الشعب عفية هسه أضرب لك مثال إيه كراهية الدول العربية كارهتنا ليش إيه لأن كرة القدم إيه حكم الإيراني ظلمنا 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 السبب شنو إحنا شو مسوي مثل ما سوى وذولاك الأردنيين إيه؟ سوى أيمن حسين ليش تطرده؟ ليش هاي بعد شوف شلون كراهية كراهية يعني حتى بالطوبة راح تدعي على الحكم أنت راح تدعي على الحكم؟ مش أدعى على الحكم الحكم بالله خلي يولي إيران يعني شوف الحقد شوف الحقد الدول العربية حاقدتنا حيل حاقدين حاقدين على الشيعة العراق كله العراق كله فأنا أريد أرجو من الله موسى بن جعفر أن يوحد الدول العربية ويحبون العراق إن شاء الله إن شاء الله بحق هذا موسى بن جعفر الله يبارك بعد قلبي وعظم الله, الله أجرك وأجرك إن شاء الله بعد قلبي السلامة. الله يستر عليك أحفظك الله, الله بعد قلبي الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا هلا حبيبي هلا عمو الله يا هلا حبيبي دوانك تعال تعال يمك تعال تعال صباحك الله بالخير الله عظم الله أجرك أجرنا وأجرك اسمك علاوي هلا بعلاوي علاوي من وين والله من النعمانية من الكويت من النعمانية من الكويت إيه ألف هلا بيك وبكل هنا بيكون يا بعد قلب أنت على صار لك كم يوم تمشي والله صار لنا ثلاثة أيام ثلاثة أيام إيه ماكو تعب لا إن شاء الله ماكو كل تعب وكل شيء ماكو على شنو الغاية إنه أنت قطعت هذه المسافة كلها وصار لك تقريبا يومين ولا ثلاثة شنو الغاية من وصولك لبغداد وضريح الإمام موسى بن جعفر والله طالب مراد لأمي وجاي متعني والله بيها امك والله مريضة وطالب لها زيارة هاي هاديها لها يلا عباس تعاني من مرض ايوه ما عالجتوها بالمستشفى والله مستشفيات واي عارفين والله الله واهل البيت طال ايش قد مريضة والله صار لها هيك يعني شهرين هيك شهر ونص انا اطلب من الكاظم يشافيها هاي الله يبارك فيك الله وديك في دول عينه وان شاء الله الشفاء العاجل لوالدك في دول قلبه ان
شاء الله امين ان شاء الله خير وبركه وان يا شاء الله بعد قلبي ان شاء الله الامام يعطيكم رادك الله يوديك وان شاء الله تشافى والدتك وكفو من عندك في دول عينك بعد قلبي ان شاء الله توكل بالله في دول قلبك يا بعد قلب انت يا روحي على هواي مقهور اي والله شو اسوي هواي مقهور علاوي هنا أمك أسد سمعك وده شوفك إن شاء الله آمين الأم 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 يعني ماكو كلمات كافية لوصف الأم إن شاء الله شفاء العاجل لجميع أمهاتنا وإن شاء الله شفاء لوالدة علاوي دول قلبه ولا اي شيء تحتاج اخوك هذيك في دول عينك تاخذ رقم تليفوني واي شيء تحتاج في دول قلبك انا حاضر لك سلامتك في دول عينك حاضرين احنا وكفو شنو اللي تحتاجه سواء بالمستشفيات احنا حاضرين وكفو في دول عينك اخذ رقم تليفونك اذا ممكن لا والله خير من الله لا احنا نساعدك انه شلون توصل لمستشفيات خاف موضوع علاج او شيء لا مال المستشفيات ولا لا خير من الله خير من الله الله الحمد لله وشك عافيه والله الحمد لله وشك ما محتاجين بس سلامتك في دول عين حبيبي على طريق سرع عظم الله اجرك عظم الله اجورنا واجوركم الله يبارك بك تعبنا علاوي علاوي مخور الله يكون بعونه الله يكون بعونه الله يكون بعونه وبعون الجميع احنا بخدمته زوار الامام الكاظم والله ادعوا له ادعوا له اخوان يعني الله يحفظك يعني يا حبيبي ادعوا له العلاوي الله يشافي والدته ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نعزي صاحب العصر والزمان وعلمائنا الاعلام نعم. في ذكرى استشهاد سيدي ومولاي باب الحواجه الامام الكاظم حاليا جينا سيرا على اقدام المحافظة الذيقار اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك صار لك كم يوم صار لنا تقريبا احنا ما طلعنا من المحافظة نفسها قدمنا وطلعنا صار لنا بالخمسة ايام نمشي نحمد الله ونشكره المواكب موجودة والخدام ما قصروا واحنا نشكر اهل بغداد على هذا الكرم وخدمة الزوار والله يوفقهم ان شاء الله الله يوفقك والله يحفظ الجميع يحفظ الخدام شاعر حضرتك اي بخدمتك يلا نسمع أقول هنيئا إليك يا الخدم تحسين أبو الأحرار وصدقني يا خادم جسمك ما تمس النار تفوت على الصراط هناك تفوت على الصراط هناك ما تحتار أهو هو يطفيها النار تقرب يمك هو يطفيها النار تقرب يمك فيها الله يوفقك الله يا حبيبي إن شاء الله. والله يوفق الجميع امين يا رب انا اشكرك يا بعد قلبي الله يحفظك ان شاء الله تصوم بالسلامه الله يحفظك يا حبيبي عظم الله اجوركم عظم الله اجورنا واجوركم الله يحفظك يا حبيبي شكرا حياكم الله صبحكم الله بالخير شلونك تعال صبحك الله بالخير الله بالخير والعافيه زاير خادم زاير من وين من جسر دياله من جسر دياله نعم دياله هلا بيك وبكل هنا بدياله وعظم الله اجرك صار لك ايش قد تمشي والله طلعت بالستة الصبح بالخمسة ها اليوم يعني اي يعني اليوم ان شاء الله شو شفت الطريق والله الحمد لله زين مواقف زين الخدمة موجودة امن زين الحمد لله وشكرا موجودة مفارس موجودة. طبية الحمد لله وشكرا كل شيء يحتاج الزائر متوفر يعني متوفر ايش تتمنى او شنو طالبه من الامام حتى تريده يتحقق والله الامن والامان لاخواننا العراقيين الصحة والعافية لأمهاتنا وأبانا وهنا وناسنا شكرا لك العفو الله يبارك فيك صبحكم الله بالخير صبحك الله بالخير حياك الله عظم الله أجرك أجوركم وأجورنا الله يبارك فيك من وين؟ الله يبارك فيك من الصورة غضا الصورة ألف هلا بيك وكل هن وبالكثرة الله يحفظك ناحية سيد الشهداء ناحية سيد الشهداء غضا الصورة ناحية سيد الشهداء أهلا وسهلا صار لك كم يوم تمشي؟ والله من البارحة نص عدو نمشي يعني ممكن نص عدو نص عدو شلون شفت الطريق؟ خير من الله خير من الله مواكب صلوات على محمد ما تنوصف موضوع الأمن الأمن خير من الله نشكر دولة رئيس الوزراء ونشكر جميع القوات الأمنية قوات البطالة أي والله ونشكرها جميعا وهذا الخير ما ينوصف المواكب والله يحفظ الجميع إن شاء الله يحفظ زوار الكاظم ويحفظكم الغاية من ذهابك إلى الإمام موسى بن جعفر شنو الغاية؟ غاية والله أريد الأمن والأمان للشعب العراقي أول خطوة والصحة والعافية للجميع ويحفظ هاي الزوار إن شاء الله وكل سنة إن شاء الله نتعهد نجي زيارة الإمام الكاظم عليه كل سنة؟ كل سنة إن شاء الله صار لك إيش قد؟ ان شاء الله والله صار لنا تقريبا حوالي 15 سنه نمشي كل سنه انت اي كل سنه تحيي هذه ايه المناسبه عظم الله اجرك الله, الله يبارك فيك حياك الله بالخير صباحك الله بالخير شلونك الحمد لله اسم حضرتك علي احمد من الرفاعي يا هلا بعلاوي هلا بيك يا عمري
عظم الله أجرك وأجر الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجرنا وأجركم بهذا المصاب، مصاب أبو الجوادين. إن شاء الله يا رب آمن والأمان على هذا الزوار ويحفظ العراق من كل شر إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا، صبحك الله بخير عمو. صباحكم الله عظم الله أجرك. أجرنا وأجرك. الله يبارك بيك. من وين؟ من محافظة ذيقار. يا هلا بيك وكل هنا بذيقار. الله يخليك. صار لك تمشي؟ والله صار لي ست أيام. ست أيام إن شاء الله. ماكو تعب عمو؟ لا إن شاء الله ماكو تعب، خير من الله. فيك ولا شيء؟ لا 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 ماكو تعب إن شاء الله، يزول. يزول التعب إن شاء الله. متحمل كل هذا على الطريق تريد توصل للكاظم أبو جوادين عليه السلام؟ شنو الغاية؟ والله نواسي صاحب العصر والزمان. نعم. أجل الله فرجه الشريف. زين. إي والله. شنو نيتك اللي تناوي تتحقق؟ والله يد الأمن والأمان والصحة والعافية، هي هاي اللي ريت. صار لك كم سنة أنت مواطن؟ والله 15 سنة إن شاء الله. 15؟ إي والله، محافظ ذيقار أنا. يا هلا بيك. مشكور، رحم الله. الله يبارك فيك. الله يخليك. شكرا جزيلا. حياهم الله، حياك الله. عزيزي السلام عليكم. عظم الله أجرك. عظم الله أجرك وجنة. الله يبارك فيك. عزي صاحب العصر والزمان باستشهاد جده موسى بن جعفر عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. طبعا الصراحة هاي السنة تختلف عن جميع السنوات. من أي ناحية؟ شفنا هواي فرق، هواي فرق قبول على محافظة بغداد الصراحة من ناحية الزيارة. شلون شفت على شنو؟ إقبال هواي كلش من جميع المحافظات. نعم. الصراحة يعني صحيح، لا يعني إقبال ناس قبل ما كانت هالقد ناس تجي. ما شاء الله. صحيح، لا السنة تختلف، صارت عبالك زيارة الأربعين مال يوم الحسين. سلام الله. وطبعا نشكر جهود قواتنا الأمنية على هذا الأمان إن شاء الله يوفرونا إياه، ونشكر أصحاب المواكب لأن وفرونا هواي هواي خدمات الصراحة. أي. ونشكركم أنتوا على حسن التغطية هاي اللي تغطون بها. الله يعزك وإن شاء الله ما تقصرون. الله يبارك فيك. رحم الله والديك. الله يسلمك. ممنون. الله يبارك فيكم، صبحك الله بالخير. عظم الله أجرك. تعال تقرب يمي هنا بلا زحمة عليك. من وين جيت؟ من الصويرة. من الصويرة؟ واسطة. يا هلا بيك. صار لك كم يوم تمشي؟ صار لي البارحة واليوم. كم يوم؟ البارحة واليوم، يومين. يومين؟ ايه. ماكو تعب؟ لا لا الحمد لله ماكو تعب. الله يبارك فيك. عظم الله اجرك. عظم الله اجرك. نسولف وياك. يعني هذا الكرم العراقي والجود العراقي باي مناسبه. تعال تقرب عليه بلا زحمه عليك. احد الخدام واحد اصحاب المواكب. عظم الله اجرك. الله يبارك فيك. الله يهديك. يعني دوركم بصراحه يعني كل سنه ان شاء الله، كل سنه ان شاء الله بهذا الموضوع. ما الله صار لك قد على هذه الخدمه؟ ان شاء الله صار لي خمس سنوات. خمس سنوات على خمس سنوات. ايه. شو تقدمون الصبح؟ شو تقدمون؟ شوربه، مخلمه، كبه، والزوار. ان شاء الله بعد جاي نطور شوي شوي. الله يبارك. الله وديك. الله وديك. الله وديك. شكرا. سجاد شوي خلني نجي من عشاء. أعداد تقدر بالملايين بصراحة، أعداد مو قليلة. صباحك الله بالخير. عظم الله أجرك. شرف ملاديك. شلون أخبارك؟ الله يسلمك. من وين طلعت؟ من الناصرية. هلا بيك وكلها هنا بالناصرية. الله يحفظك. طلال وديك. شلون الطريق؟ خير من الله. خير من الله. خدمة خير من الله. خدمة؟ خير. زين الخدمة؟ خير من الله خير. طريق، زوار، خدامين، مواكب، خير من الله. الله يحفظهم إن شاء الله. صار لك كم يوم تمشي؟ أربعة أيام. أربعة أيام. إي. شلون شفت الأجواء؟ الأجواء الأمين. أمين والأمان الحمد لله. زوار خير من الله وإن شاء الله خير، زيارة خير من الله، خير من الله إن شاء الله بوجودكم وإن شاء الله الاستمرار على هذا. الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. شكرا. صبحكم الله بالخير. الله بالخير. عظم الله أجرك عمو. أجورنا وأجوركم. شلونك؟ خير الحمد لله. الله يعزك. الله يرضى عنك. من وين طلعت؟ من العزية. يا هلا بيكم كلنا هنا بالعزية. بيك أكثر وبيك أكثر. صار لك ايش قد تمشي؟ والله صار لنا اليوم الثاني. اليوم الثاني؟ اي. إن شاء الله ما بقاكم سوى يعني ساعات. إن شاء الله إن شاء الله. نقدم تعزية. نعم. نعزي صاحب الأمر والزمان والأمة الإسلامية باستشهاد راهب آل محمد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الله يبارك بيك. بيك. اليوم شنو تعني لك هذه الزيارة؟ والله هي المفروض هذه ثورة المظلوم على الظالم. نعم. والقضاء على الفساد. أهل البيت سلام الله عليهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين الحسين الحسن، وتعرف أنت ثورة الإمام الحسين. نعم. كانت ثورة إصلاحية. نعم. فالمفروض إحنا هسه نتعلم من سيرة أهل البيت هذه الثورة ونطبقها على الواقع.
لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير وبركة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طريق السلامة. عظم الله أجركم. صباحك الله بالخير. الله بخير. شلونك؟ الحمد لله بخير. عظم الله أجرك. أجركم إن شاء الله. من وين طلعت؟ من الدورة. من الدورة. من هورجة من الدورة. يا هلا بيك. سلمك. وماخذ صغيرة وياك. والله زيارة موسى الكاظم. سلام الله عليه. تعب عليها. لا مو تعب. لأن موسى الكاظم ماك تعب. إيش قد عمرها؟ سنتين. ما تعب ان شاء الله. ما راح تتعب؟ لا العمر كله ما نتعب. تعزية. السلام عليكم. يعني هذه الصراحة يعني هذه المناظر يعني هاي المواكب والأعداد المهولة بصراحة أعداد كبيرة وكبيرة جدا يعني يعجز اللسان عن وصف هذه الزيارة. بالخير. الله يسعدكم. السلام عليكم. عظم الله أجورنا وأجوركم في مصاب موسى بن جعفر كظيم الغيظ أسد بغداد وباب المراد. أنا من الصويرة طالع. من الصويرة؟ أي. عظم الله أجرك. صار كم يوم تمشي؟ والله اليوم ثالث وياي أخذ تعال خديج. تعال. اليوم الثالث إن شاء الله. اليوم إيه. شنو الغاية من تتواصل؟ شنو دعائك؟ إيش تتمنى؟ والله أتمنى أولاً إصلاح العالم. أن المغزى مو المشي وإنما العبرة من موسى بن جعفر صاحب السجدة الطويلة. أن 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 نتعلم الصبر، نتعلم الأخلاق الدين، مو مجرد إنه نمشي وبعدين هي هذه إيه؟ هي هاي الغاية الأساسية. الدرس من الصبر هو هذا الهدف. إيه؟ عفي عليه. ونسأل الله أولاً أن يحفظ العراق وشعب الله يبارك العراق والأمة الإسلامية. طريق السلامة إن شاء الله. طريق السلامة. شكراً لمنبركم الكريم. شكرا لمنبركم الكريم. شكرا لك. شكرا لك. صباحكم الله بالخير. شو اخبارك؟ شلونك؟ انا من متابعينك. احنا من متابعينك من محافظة ميسان من العمارة. على راسك. جينا لهاي المليونية زيارة امام الكاظم. صايركم كم يوم تمشون؟ احنا البارحة طالعين من بغداد نزلنا وان شاء الله ماشيين على طريق امام الكاظم. سلام الله عليه. سلام الله عليه. الله يبارك فيكم وشرف لي متابعيني من محافظة ميسان. متابعيني كنا متابعينك بالتيك توك متابعني؟ على راسي. انا واحد من جنود السومرية. احنا واجبنا نوصل صوتكم. الله يبارك فيكم وان شاء الله توصلون بالسلامة. انتم بس انتم توصلون الحق. شكرا لكم. نشوف هنا. مرحبا. يعني هذه الاجواء بصراحة روحانية دينية. يعني نوصل هذه الصور من خلال برنامج ناس وناس. الله يساعدك. من صاحب الموكب؟ نعم. الله يبارك فيك. صباحك الله بالخير وعظم الله أجرك. أجرنا وأجرك على الله يبارك فيك. شنو طبيعة الموكب اللي تجاين به؟ موكب خدام به احنا. نعم. موسى بن جعفر عليه السلام. نعم. ونفس الصورة للعالم عن هذه. هذا الزي اللي لابسي؟ تعالوا بوان بلا زحمة يمنا. زي يعني دور هاي الكفار. نعم. ودور موسى بن جعفر عليه السلام. توصلون برسالة معينة. توصل برسالة معينة. الله يبارك. الله يبيكم. من وين انتوا جيتوا؟ من بغداد من النهروان. من النهروان؟ من النهروان. ألف هلا بيكم كلهن بالنهروان. وبيك. كم يوم إن شاء الله توصلون؟ يوم. يوم. أيه. هذا موكب كامل ولا شنو انتوا يعني مجموعة ولا شنو؟ مجموعة احنا متكاملين الشعب. متكاملين. أي. توصلون؟ نعم. عندكم مراسيم هناك سووها بالمدينة الكاظمية؟ إي نعم إن شاء الله. أعتقد هنا عندكم؟ تشيع. شكرا جزيلا عظم الله أجرك. شنو اللي عندكم مراسيم؟ إن شاء الله تشيع. تشيع نعش. تشيع النعش. من وين راح يطلع النعش لوين؟ ان شاء الله من الباب الكاظمية للامام. المن داخل الامام ان شاء الله. اللي داخل الامام. ايه. كل سنه انتم على هذا الموضوع ان شاء الله. نقدر انه نسمع شيء محضرين للامام اذا عندكم احد؟ ايه الرواديد موجودين. الرواديد ملا ضياء تعال. ملا حياك الله. عظم الله اجرك الجميع ان شاء الله. الله يبارك فيكم واجوركم. أريد نسمع من عندك مقطع بس قصير إذا ممكن للإمام خدمتك. نعم.
عن حال لسان معصوم عليه السلام والإمام الرضا، يقول كبير البيت لو حانت وفاته، يدير العين لولاده وبناته. الإمام الكاظم ما حد عليه وقف، غريب مسجون. والله كبير البيت لو حانت وفاته، يدير العين لولاده وبناته. شلون بالسجن يصبح مماته، وما حد نقط على الماي بالموت. وبعدها اللي يموت بساع كل اهل اللي يحضرون، ويغسلون ويجفنون ويشيعون. غيبوا على التابوت احباب اللي ينوحون. حال لسان الامام الرضا شي يقول؟ يقول لأبويا خالي خالي خالي، أنا جي أنا ولقي أنا البيت غالي. وبعد بويا غالي ترى كلش عزيز لأبوها. عيدها وياي، عيدها. بويا غالي كلش عزيز لأبوها، غالي كلش عزيز الابو غالي. موفقين ان شاء الله للجميع في دول القلب. اشكرك جزيلا، الله يعسلمك، رحم الله والديك. هذه كلمات اللي هي تمس وجدان ومشاعر الناس، توصل رساله الظلم اللي عانوه اهل البيت، هو انتصار يعني المظلوم على الظالم. هذه هي الرسائل، هذه اللي نتمنى انه تصل للجميع. هي واصله للجميع، لكن نتمنى انه تطبيق الرسائل والنصائح اللي مشوا على نهجها آل البيت الأطهار. نتمنى انه من بعض المسؤولين، هذه ايضا رساله لبعض المسؤولين يا اخوان، انه امشوا على هذا النهج، اهتموا بشعبكم، اهتموا بناسكم، اهتموا بشبابكم، الطاقات اللي موجوده. يعني بدون مبالغة، الكم الهائل من الشباب بنشوف طاقات بالصوت، طاقات بالشعر، طاقات بكل شيء. يجب أن تستغل هذه الطاقات. نتكلم احنا بهذه الكلمات ونوجه هذه الرسائل. منبر ناس وناس للجميع، إيصال الرسائل والمناشدات والمظلوميات والمشاكل إلى المسؤولين، لأن هو واجبكم بكل صراحة. عظم الله أجركم، وإن شاء الله توصلون بطريق السلامة مودعين بالله. الله يبارك بكم، يحفظكم الله، صبحكم الله بالخير. حياهم الله، عظم الله أجوركم، رحم الله أجوركم، الله يبارك فيك. من وين طلعتوا؟ من الكوت. يا هلا بيكم، كل هنا بالكوت. صار لك كم يوم تمشي؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. إي. إن شاء الله ما بقى لك ساعات وتوصل. إن شاء الله. شنو الرسالة تحب توصلها بهذه المناسبة؟ والله إحنا نشكر أهل بغداد وأهل الزعفرانية وكل أهل بغداد على رأسه وعلى هاي الخدمة والمواكب، وإحنا نشكرهم على هاي الضيافة. إيش تتمنى يتحقق؟ والله إن شاء الله الله يدوم الشعب العراقي، ويدوم هاي الناس، ويدوم زوار الإمام الكاظم والحسين. شكرا جزيلا، عظم الله أجرك. أجرنا أجرنا، الله يبارك فيك. من وين؟ للكوت. يا أهلا وسهلا بك. اليوم كلها للكوت تقريبا، وصلت بغداد؟ إن شاء الله كلها للكوت، طبعت بغداد. كم يوم صار لكم تمشون؟ إن شاء الله يومين، اليوم الثالث. يومين الثالث؟ إن شاء الله اليوم الثالث. إن شاء الله خير. اليوم شلون شفت الطريق؟ الطريق خير من الله، ومعازم خير من الله، وخير من الله الطريق كلش حلو. ما بي مشاكل؟ لا ما بي مشاكل، خير من الله، قوات أمنية وخير من الله. الحمد لله وشكرا. الحمد لله والشكر. عظم الله أجرك. الله أجرنا. الله يبارك فيك. من وين؟ من واسط. من واسط. إيه. ويا الأخ صاركم يومين؟ إيه صارنا يومين. يعني تقريبا اليوم هالواسط كلها وصلت بغداد؟ إن شاء الله إن شاء الله وصلوا كلهم. كلهم وصلوا. شلون شفت الطريق؟ والله الحمد لله. جيد؟ جيد كل. شنو الأمنية اللي تتمنى تتحقق عند وصولك؟ والله كل الأمنيات إن شاء الله تتحقق للزوار. ان شاء الله يوصلون بسلامه، ان شاء الله كلها توصل بسلامه، واي مشاكل موت ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك. شكرا جزيلا. عظم الله اجوركم، شوكم بمجال نوقف دقيقه هنا اذا ممكن. عظم الله اجرك. عظم الله اجرك. ان شاء
شلونك عمو؟ الله يسلمك، شلونك عمو؟ الله يبارك فيك. ابو منو؟ ابو حيدر. ابو حيدر ان شاء الله خادم لو زاير؟ لا ان شاء الله زاير. من وين جيت؟ انا من العزيزيه. يا هلا بيكم كل اهلنا بالعزيزيه. الله كم يوم صار لك تمشي؟ والله صار لي يومين بيهن مع السياره ساعدنا وياي نسوان عائله وياي امشي مشي. ان شاء الله ان شاء الله كلكم خير وبركه. كلكم خير وانتم الف خير، ولو ما انتم والخدام موسى بن جعفر احنا ما مشينا هذا المشي. الله يبارك فيك. واحنا نريد شكر وتقدير للخدام موسى بن جعفر على الخير الباذلينه. الله يبارك والاكل والماي والقوات الامنيه اللي مأمنة كل الطريق للزائرين. واحنا نشكرك يا طيب. الله يبارك فيك. ونشكرك اذاعتك، هاي اذاعه من السومريه. السومريه الورده. الله يبارك فيك. السومريه من الاذاعات المميزه العراقيه. وانا اشكرك. انا اللي اشكرك. شكرا جزيلا. شلون الاخوه؟ تعال شلونك وين؟ حياك الله. عظم الله اجرك. لنا ولكم الاجر ان شاء الله. من وين طلعت؟ من الناصريه. يا هلا بيكم كل اهلنا بالناصريه. صار لك ايش قد؟ كم يوم تمشي؟ اليوم السادس. يوم السادس؟ اي من الحي طالعين مو من الناصريه. ماكو تعب؟ لا ماكو، وين التعب؟ لا ابد والله. ماكو تعب. بالعكس ايش ما ريته شويه الطول احنا والله العظيم بحيث المسيره حلوه والخدام وشكل موجود متوفر قدامك. جديد موجود والمعازي والخدمة وكل شيء موجود. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يخليك. الله يستر عليك. الطريق شلون شفته من ناحية الأمان؟ الأمان لا، قواتنا الأمنية إن شاء الله، قواتنا الأمنية ما قصرة يعني بحيث زارعين الشارع كله الخدمة العسكرية من الحي العفو من الناصرية موجودين. من الناصرية الخدمة موجودة والعسكريين موجودين مزروعين على الشارع. والناس مع مطار مع ليل مع حتى بالحر. الله وكيلك. الله يبارك فيك. موجودين. الله يحفظك. عظم الله اجرك. بعد قلبك. من وين طلعت؟ ناصريه. انا بيكم كلها هنا بالناصريه. بعد قلبك. صار لك كم يوم؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام؟ ايه. شو شفت الطريق؟ زين الحمد لله. خير. زين الطريق؟ زين. من ناحيه الامن والمواكب؟ زين الحمد لله. الله يبارك فيك. وصل بالسلامة. عظم الله أجرك. أجرنا وأجرك حبيبي. الله يبارك فيك. من وين طلعتوا؟ طلعنا من الكون. صار لك كم يوم تمشي؟ صار لنا اليوم أربعة أيام. أربعة أيام؟ إي نعم. شلون شفت الخدمة؟ والله الخدمة خير من الله، كباب موجود، سمك موجود، تكة موجود، كلها موجودة بس باكر ما لقينا. باكر ما لقيت؟ ما لقينا باكر. جينا من الكون لنا باكر ما لقينا. ماكو أي باكر. من أشد هاي للمواكب خلي يسوون باكر. كل سنة هاي نجي ما نلقى باكر. السنة خير، السنة والله. عظم الله أجرك، شكرا جزيلا. حبيبي حبيبي. صباح شلونكم؟ صباحك الله بالخير. عظم الله أجرك يا أبو. شلونكم؟ شلونك أنت؟ الحمد لله بخير. أنا جميع عزيزية وأنا محبين متابعتك، أتابعك للتالي. شكرا. سمية. شكرا. نشكر الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية والقوات الأمنية وأهل المواكب كلها من الحد واصد حد بغداد، صلوات على محمد وآل محمد، نعمة. ونشكر القوات الامنيه، نشكر الصحفيين والاعلاميين وكلهم. الله يبارك. ما خلي اي واحد، كلها مشاركه بهاي الزياره مال موسى الكاظم. صار لك كم يوم تمشي؟ انا صار لي يومين خير من الله، والله العظيم. ماكو تعب؟ وانا كنت تعب. خدام موسى الكاظم احنا. ماكو تعب؟ انا على ابو التعب، يا تعب عمي. ان شاء الله ان شاء الله. يحفظ هاي الجيش والشرطه والحشد هاي نايمه بالشارع العالم، حمايتنا هاي بحمايتنا. للزوار هاي نعم الشرطة والجيش والحشد وكلها وكل الصحفيين والإعلاميين. الله يبارك. وإحنا ما راضين لكم إياه، مع الأسف على الشباب نوات يجون معنا من كم يوم مع يعني أشوف سواء ما جاء على الزيارة. لا لا شلون جاي؟ مع الأسف عليه شباب طايشة هواي. هواي شباب. ما إيه هذا موسى كان ضحى آلاف مؤلفة الدول كلها تبارك عليكم، الدول العربية والأجنبية والإسلامية كلها. الله يبارك. والله العظيم مبارك فيك. أحمد الله والديك. الله إن شاء الله. أمة محمد جميع يستر عليكم وعلى أمة محمد جميع إن شاء الله. أنا حبي متابعين. شكرا لك. عيوني يا قلبي غالي. شكرا. صباحك الله بالخير. الله بالخير. عظم الله أجرك. عظم أجرك إن شاء الله. الله يبارك حبيبي. حفظك الله. من وين؟ من أهل الصويرة إن شاء الله. من أهل الصويرة. من أهل الصويرة إن شاء الله. ألف هلا بيكم. الله يحفظك ويسلمك. صار لك كم يوم تمشي؟ إن شاء الله من طالع من الصبح. والله صار. طالع من الصبح. إن شاء الله. ما شاء الله عليك. شلون شفت الطريق؟ إن شاء الله خير وبركة. كلكم خير وبركة. كلكم خير وبركة إن شاء الله. الله يبارك. الله يحفظكم. الغاية من الوصول إلى طريق الإمام. الغاية. أنا نواسي أهلنا وأهل البيت إن شاء الله. نواسي إمامنا جعفر موسى بن جعفر عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. بهذه المصيبة، بهذه المصيبة، احنا واسيه مشينا على
اقدامنا ان شاء الله. الله يبارك فيك. وانا عندي هنا بنيتي تلقي قصيده. اهلا وسهلا. الله يحفظك. هلا بيك. بهذه المناسبه. الله يبارك فيك، تعي اختي امين. عظم الله اجرك. عظم الله اجورنا واجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان والامه الاسلاميه ومراجعنا العظام بهذه بالاستشهاد موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. اطلب طلبتك يا المعتني وزاير، واحجي هموم قلبك لا تظل حاير. انا متاني هجيتك باقي ومناطر، وعيون على دربك تربي وتناظر. مثل جدك علي، مثل جدك علي ذليت الانذال. يا كاظم الغيظ الروح لك فدوه، سمعنا جنازتك فوق الجسر مولاي. غريبة بقيت هالتاني اللي يشيعوها، ونعرف نعرف للشهيد انطش ورد ودموع. بس شيعتك ليك اجساد طشوها، طشينا الجثث فوق النعش تكليت، وصحنا علينا سحقوا يد تشيلوها. وما نرضى ما نرضى الجنازة تصير فوق القاع، فرشنا ارواحنا وفاقانا خلوها. يا باب المراد الروح تتعناك، فدوانا وهلية الكاظم البابك. اتمنى الشفايف تنقلب رجلين، حتى شما مشيت يبوسن ترابك. اليوم تبكي بالارض والبالسماء، وتجي ويا الزوار تحضر فاطمه. الشيعه جنها اليوم كلها مسممه، ويجي المهدي ويانا يرفع رايتك، ويجي المهدي ويانا يرفع رايتك. عظم الله اجرك. مرت اعوامي وعلى سجنة ليل فرج مع قود ظن شيعت المنتظرة تنشد يا لكم. الأجر إن شاء الله يحفظكم. الله يبارك فيك. الله يبارك أبو فيكم. منو؟ أبو جعفر سيد جلال البرغيث. سيد جلال. بعد عيني. والنعم. الله يحفظك. عظم الله أجرك. ولكم الأجر. من وين طلعتوا؟ والله طلعنا من قضاء الزبير من البصرة. يا أهلا وسهلا بك. الله يسلمك ويعزك. مشي. مشي. الموكب ضعها. الموكب ده نشوفه بي يعني. ضعن. إحنا جايين. ننقل نقل الإمام الكاظم من سجن البصرة إلى سجن بغداد. مسيرة أسسناها بال 2009 إحنا موكب شيخ سعد أهل الكوت. من 2009 من 2009 بدأت المسيرة ولحد يومنا هذا، وتشوف ما شاء الله الثمرة مال المسيرة اللي الله سبحانه وتعالى أعاننا بها ونجحت وصارت عاشوراء الكاظمية. وإن شاء الله أنتم الإعلام لكم حقيقة الدور والذراع والكلمة بإنجاح هاي المظاهرة، هذا الكرنفال العظيم للإمام أبا الرضا. جزاكم الله خير، ولكم منا التحية والسلام والإجلال. نحن ضعنا الهواشم أبناء شيخ سعد المنطلقين من البصرة، وحلينا ضيوفا عليكم في بغداد الكاظمية. الله يحفظك يا أبا عبد الله. شنو الأمنية اللي تتمناها تتحقق بها؟ والله أنا كانت عندي الأمنية هاي، لأن كان زيارة الإمام الكاظم قبل بس أهل بغداد، الآن العراق كله أصبح في زيارة موسى بن جعفر. هاي الأمنية وتحققت إن شاء الله، ونتمنى أن تطور، ونتمنى أن الشيعة يأخذوا النهج آل محمد بقدر المسؤولية اللي اجوا بيها، والتعب المفروض أخلاق ودين وتقوى ومسامحة ما بيناتنا، ونكون شيعة حقيقيين نمثل خط آل محمد. الله يبارك فيك. حبك الله سيدنا. يا بعد قلبي. حبك الله. صباحك الله بخير. عظم الله أجرك. الله يحفظك. الله يسلمك. من وين طلعتوا؟ من البصرة ويا الضعن. ويا الضعن؟ إيه. إيش قد الأعداد؟ تقريبا 60 نفر. 60 نفر. 13 ناقة و10 فرسان، 10 خيالة. كم ناقة؟ 13 ناقة. 13 ناقة. نعم. هذه توصلون بها لل من البصرة البترو إلى بغداد. كم يوم يوصل؟ ويا اليوم 28 يوم. 28 يوم. نعم. شلون شفت الطريق؟ والله الطريق يعني أنا أشوف الإمام قبل شهور قضى هذه المعاناة، وهذا الطريق إحنا اليوم نقضيه بس كون نخلص من المعازيم، بس كون يعني باليوم ثلاث ريوقات أربعة. باليوم ثلاث ريوقات أربعة. الغداء غداوين، يعني نشوف هذا الإمام الكرم. نشوف الإمام شلون عاش الطريق بصحراء وبجوع ومسجون وهاي أمور. بس احنا نشوفه فرق بين احنا وهو من السما نلقى.
الله يبارك فيك. اي بالله. شلون شوف الطريق الزيارة؟ والله صارت حالة 40 يعني. اكو 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 اختلاف عن السنوات السابقة شلون؟ من ناحية تطور. بالاخص هاي السنة تطور تطور يعني كلش عجيب. كلش عجيب. كلش عجيب تطور اصبحت حالة 40 اصبحت مليونية كذلك. الله يبارك. الله يحفظك. الله يبارك. الله يبارك. يعني بصراحة كبار السن، نساء، شباب، صغار بالعمر، نشوفهم كلهم مشاركين في هذه المناسبة. وجهوا رسائلهم، رسائل اللي هي مشى على نهجها آل البيت الأطهار. نتمنى أنه تكون هذه الرسائل يعمل بها بعض السياسيين أيضا. إن شاء الله أنه هذه الأمور وهذه الخدمة وهذه أجواء الزيارة تكون بكل سنة وبكل عام بنفس النظام والتنسيق والترتيب. أيضا شكر نوصل شكر إلى القوات الأمنية، كذلك الكوادر الطبية المنتشرة، أصحاب المواكب. إن شاء الله تم مراسيم هذه الزيارة على خير وبركة. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم بحلقات أخرى على حفظ الوطن. في أمان الله.